نستمع إذن للشيخ علي بالحاج. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ، عظم الله أجركم. ماذا تقولون في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي؟ بعد أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للإخوة المشاركين وللنظارة الكرام، إن لله وإنا إليه راجعون، وأقول ما قاله سبحانه وتعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أما الشهيد محمد مرسي فقد المولى سبحانه وتعالى شرفه بأن مات مظلوما وهو في أقفاص المظلمة، ولا أقول المحكمة، المظلمة التي يقودها قضاة النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات دون مظلمته فهو شهيد. فهذا فضل من الله ونعمة. نعم نحن محزونون ولا نملك إلا أن نقول لعائلته الصغرى: فلتصبري ولتحتسبي ولتثبتي. فأنت عائلة ينبغي عليك أن تكون في مستوى هذا الحدث الجلل الذي أصاب الأمة. ونقول لعائلته الكبرى التي لا يفصلها حدود ولا سدود ولا حكام ولا أمراء ولا سلاطين، فنحن الشعوب بعضنا من بعض، ذرية بعضنا من بعض، نحن شعوب مكلومة، نحن شعوب مهضومة الحقوق، ولكن هذه الشعوب سوف تسترجع حقوقها وشرعيتها. له فضل عند الله عز وجل أن الله عز وجل يعني أخذ روحه الطاهرة بإذنه سبحانه وتعالى، ولا نزكي على الله أحدا، وهو يدافع ويصاول على الشرعية المغتصبة. ويكفي بهذا فضل عند الله عز وجل وعند الذين آمنوا. وله ولنا أسوة في عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه شهيدا، وهو الذي لم يتنازل عن شرعيته ولم أيضا يرفع السلاح في وجه الذين قاتلوه. نعم. فلذلك نحن في عمق المحنة والحزن نقول هنالك منحة من الله، وموته واستشهاده وهو يواجه الظالمين والطغاة وقضاة النار، هذا في الحقيقة سوف يكون محفزا لحياة الأمة ولبعثها من جديد ولتذكيرها، وكما يقول الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله. فكم من أنبياء قتلوا، وكم من علماء قتلوا. طيب. وكم من حكام مثل عمر بن عبد العزيز الذي مات مسموما، ولكن هؤلاء في الحقيقة أحيوا أمة، والموت لن تقضي على الشرعية، سوف يأتي الأولاد والأحفاد الذين سيواصلون الطريق. وخير وفاء لمثل هؤلاء الإخوة الشهداء هو أن نمضي على طريقهم وأن نثبت على نهجهم. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم ولسائر المسلمين حسن الخاتمة. آمين. وحسن الثبات، وأن يقبضنا غير مبدلين ولا مغيرين. هذا من الذين قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وقد كان يدافع عن الشرعية ومستعد أن يعطي حياته فداء لها، وقد كان. وهذا من الله ونعمة، ونسأل الله أن يحيي العظام بعد أن تكون رميم. وهذه التضحيات الكبيرة في حياة الأمة تحيي الأمة وتشعل أوارها.